ازيكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ماسك حلو جدا للكلف والتصبغات وكمان النمش، وكمان هيديكي ترطيب وتفتيح عالي للبشره. يلا بينا نبدا ونشوف ايه الماسك ده. اول مكون معايا بنات هيكون معايا زي ما احنا شايفين كده صفار بيضه، هاخدها كده معايا. طبعا كلنا عارفين قد ايه الصفار حلو جدا وفيه بروتينات حلوة جدا للبشرة ومغذي للبشرة، ده غير ان هو كمان بيخلصنا خالص من التصبغات ولو عندك نمش او كلف بيشيله. تاني مكون معايا بنات هيكون معلقة من النشا او المايزينا، طبعا نشا يعني شد يعني تفتيح. المكون اللي بعد كده هيكون معلقة من البن، سواء البن الناعم او اللي هو النسكافيه، هاخد كده معلقة من البن. هضيف عليهم بقى ايه اللي بيرطب البشرة ترطيب عالي جدا وهو الجريسلين، هاخد كده حوالي نص معلقة من الجريسلين. الجريسلين يعني ترطيب على طول. هاخد المكونات دي كلها كده اقلبها مع بعض وهنشوف شكلها وقوامها هيبقى عامل ازاي. خلاص يا بنات انا كده قلبتهم مع بعض بالشكل ده وده القوام اللي انا محتاجاه. ماسك صفار البيض يا بنات من احلى الماسكات اللي ممكن تعمليها على بشرتك. بعد ما بتحطي الماسك ده على البشره بتحسي ان بشرتك نورت، يعني بتحسي ان بشرتك افتحت كده وتحسها نضفت، يعني تحسي ان هو كمان بينظف البشره وبيشيلك اي يعني جلد ميت، اي حاجه محطوطه على البقى بتبقى موجوده في البشره بتتشال. يعني عن تجربه انا جربت ماسكات كتيره لصفار البيض بجد تحفه، وخصوصا للناس اللي بشرتها مش دهنيه بيبقى حلو جدا جدا ليهم. طيب بنستخدمه ازاي؟ طبعا لازم تكون بشرتك نظيفه، هتاخدي الماسك ده تحطيه على بشرتك وعلى رقبتك وكمان على ايديكي وتسيبيه حوالي تلت ساعه، وبعد كده بحركات دائريه، طبعا هو ينشف معاكي بحركات دائريه كده هتفركي الماسك كده من على بشرتك، وعلى طول تشطفيه بميه فتره وبعد كده بميه بارده او مكعبات تلج تقفلي بيها المسام، وعلى طول نرطب بشرتنا بعد الماسك الفظيع ده. هتشوفي تغيير فظيع في البشرة. تستخدميه كم مرة في الأسبوع؟ نستخدمه مرتين في الأسبوع، حلو جدا على ضمانتي، إن شاء الله هيجيب معاكم نتائج حلوة. وإن شاء الله كده لو عجبكم الماسك وجربتوه اكتبيلي في التعليقات رأيك فيه إيه. ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو وتشاري لكل صحباتك علشان يستفيدوا منه، ولو كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله في وصفات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.